اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم. هذه اطلاله جديده تاتي حضراتكم دوما من الان، نستعرض ونسلط خلالها الضوء على جديد واخر التطورات الجاريه على ساحتنا الداخليه، فضلا عن متابعه للتطورات في المحيطين الاقليمي والدولي. اسعدتم اوقاتا من جديد. اعرب رئيس مجلس النواب علي عبد العال عن رفضه الشديد للتصريحات الصادره عن رئيس البرلمان الاوروبي عن حاله احد المواطنين المصريين، معتبرا اياها تدخلا غير مقبول في الشان الداخلي المصري واعتداء مرفوضا على السلطة القضائية المصرية وإجراءات سير العدالة فيها. ذكر بيان صادر عن رئيس مجلس النواب المصري أن تصريحات المسؤول الأوروبي غير المبررة لا تشجع على أي حوار بين المؤسستين البرلمانيتين، مستغربا في الوقت ذاته أن يكون مضمون هذه التصريحات صادرا عن رئيس البرلمان الأوروبي عن عدم تطبيق القانون، بما يتناقض مع ما ينادي به الجانب الأوروبي دائما. وعبر عبد العال عن أسفه لاعتماد رئيس البرلمان الأوروبي في تصريحه على أحاديث مرسلة ومعلومات مغلوطة لمنظمات تفتقد للمصداقية، مشيرا إلى أن المواطن المذكور تم ضبطه عند عودته قادما من إيطاليا نفاذا لأمر قضائي. وشدد رئيس مجلس النواب على أن المتهم يتمتع بحقوقه كافة التي يتمتع بها سائر المتهمين دون تمييز، مؤكدا على التذكير باحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام مبدأ استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤون سير العدالة. عبر الهاتف ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة اليوم السابع. أستاذ أكرم، أن تصدر تصريحات مثلا مرتبطة بحال حقوق الإنسان أيا كان وجه الرأي فيها من منظمات تصنف على أنها منظمات حقوقية قد يعتبر الأمر مفهوما، لكن أن يصدر التصريح من رئيس البرلمان الأوروبي غير مستند على تقرير واقعي يلامس الحقيقة، فهذا يدعو للتساؤل. طبعا هو بعض المسؤولين يخلطوا بين دورهم فيما يتعلق بالأوروبي أو غيره وبين دورهم في التدخل في القضايا والشؤون المختلفة، خاصة القضايا التي لانه طوال الوقت. استاذ اكرم، انا فقط اتمنى على حضرتك ان تغير المكان ولو قليلا حتى نتمكن من سماع الصوت بشكل اكثر وضوحا. الزملاء سيعيدوا الاتصال بحضرتك من جديد حتى نتمكن من سماع المكالمه بشكل اكثر وضوحا. على اي حال، هذه التصريحات التي جاءت من رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال ردا على تصريحات نظيره رئيس البرلمان الاوروبي دافيدي ساسوليا التي تحدث فيها عن واقعة تمس أحد المواطنين المصريين الذي، وكما ذكر تقرير أو البيان الصادر عن رئيس مجلس النواب المصري، تم ضبطه نفاذا لأمر قضائي، وعد تصريح دافيدي ساسولي تدخلا في الشأن القضائي المصري. عاد إلينا من جديد الأستاذ أكرم القصاص ليستكمل ما بدأه من فكرة. تفضل أستاذ أكرم. هو زي ما أنا أشرت في البداية، فكرة أن بعض المسؤولين يخلطوا بين دورهم في الاتحاد الأوروبي وبين كمان تدخلات فيما يتعلق باعمال القضاء او النيابه العامه او ومن المهم طبعا الرد اللي اطلقه رئيس مجلس النواب او اي مسؤولين مصريين، من المهم توضيح الامور والقضايا بشكل واضح، يعني لا مانع من انه الرد يتضمن ما يدور من تحقيقات كانت سائبه، لانه معظم المسؤولين كمان في الاتحاد الاوروبي او في الخارج بيتاثروا تماما بالحملات وغيره التي تثار في مواقع التواصل الاجتماعي ولا يختلفوا الى وقائع حقيقيه. فيما يتعلق ببعض الحالات الحقوقيه، يعني احنا شفنا خلال الفتره اللي فاتت، معلش استاذ اكرم، في الجزئيه الفائته، يعني ما عد المسؤول مسؤولا الا لانه يبني مواقفه على اسس حقيقيه وواقعيه، لأنه في النهاية مسؤول سياسي وليس ناشطا في مضمار العمل الحقوقي مثلا، ولو أن الأمر مرتبط بواقعة تمس دولة مختلفة عن دول الشرق الأوسط أو الدول العربية لكان للرجل حسابات أخرى قبل أن يطلق تصريحاته، ليس كذلك؟ بالتأكيد، يعني كمان فيما أشرت إليه أنا، هو ما بيتأثروا بالسوشيال ميديا وده ضعف أداء هؤلاء المسؤولين بشكل كبير، ويمكن شر السوشيال ميديا والفضائيات وغيره بشكل كبير ده، برغم ان ده عيوب احيانا فيما يتعلق باطلاق حملات كاذبه او تضامن، لكن هي ايضا توضيح الحقائق، خاصه انه غالبا بيدافعوا عن يعني اشخاص مشهورين غالبا ما يكونوا مصنفين نشطاء او لهم علاقات في خصوم مصر.
نحن هنا فيما يتعلق الحاله التي تحدث فيها رئيس الاتحاد الاوروبي. يعني القضيه معروضه امام النيابه العامه، هناك تحقيقات، هناك وقائع، لا يوجد شيء خارج القانون في هذا الامر، وبالتالي فمن المفيد ان يتم تدون الامر من خلال القانون بشكل كبير. ربما بعض الحالات التي تتحدثون عنها من المهم كما اشرت انا في البدايه انه يكون الرد متضمنا ما يعني بالتاكيد سيكون في تدخل في التحقيقات من جهه مجلس النواب او غيره، لكن بعض هذه الحالات في الواقع يكون لهم مثلا على سبيل المثال بعض هؤلاء المستشارين ينشروا تقارير ومعلومات مغلوطه في الخارج، ثم عندما نحاسبه او يحاسبه من النيابه او يحاسبه من القضاء تنطلق حملات الواقع انها حملات غير حقيقيه، بمعنى انه بعض هؤلاء بالتاكيد النيابه او اي شخص، هناك الاف الاشخاص المسلمين يسافرون ويعودون كل يوم ولا احد يتعرض لهم، وليس من حق احد ان يتعرض. استاذ اكرم، وفق استراتيجيه الرد التي استعرضت بعض جوانبها او بدات الحديث فيها، هل نتعامل بمنطق الردود كما يجب ان يكون وفق البيانات التي يتم اصدارها، ولا يتعين على الإدارة المصرية أيضا أن تنتهج نهجا مغايرا في طريقة الرد على مثل هذه التقارير؟ أنا أعتقد أنه إحنا شفنا خلال الفترات اللي فاتت أفضل خريطة في التعامل مع وقائع أو الأحداث التي تكون مثارة هي الرد المباشر بالمعلومة، بمعنى أنه يكون هناك ملف واضح فيما يتعلق بهذه الحالات. صحيح أن مثل هذه التصريحات من رئيس البرلمان الأوروبي أو غيره تمثل تدخلا، وهو رد كما لذلك رد رئيس مجلس النواب، لكن أيضا لا مانع من حديث تفاصيل هذه الحالات، بمعنى أنه يكفي يكون في المعلومات المتاحة، لأنه أنا كما أشرت أنه آلاف المصريين بيسافروا ويعود ولا أحد يتعرض لهم، وليس من حق أحد أن يتعرض لهم لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص. وأيضا النيابة جهة تحقيق وليست جهة يعني ليست جهة إدانة أو تبرئة، هي القضاء هو الذي لديه قرار الإدانة أو قرار التبرئة. لكن أنا مع التوسع فيما يتعلق بالرد، حتى لو كانوا لو كانت هذه الأطراف ليس من حقها أن تتدخل في جهة التفكير المصري أو في دون القضاء، لكن أنا مع إعلام التفاصيل أو الملفات، لأنه كثير الحقيقه من الخرق يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي في حملات التضامن التي تكون حملات موجهه. اولا صالح اشخاص مشهورين، غالبا ما يكون هناك بعض الاشخاص التي تحصل على تمويلات قابضه، ليس لهم مصادر دخل محدده، ومع ذلك فيتم تسويه الموضوع بمعنى الزحام هم يستندوا الى ان لا توجد معلومات، وبالتالي فمن المهم جدا بالنسبه لنا بالنسبه للنيابه او غيره ان تعلن التفاصيل. ربما لا. طبعا الامر لا يفوت الان، لكن فكره الملف الكامل بمعنى ما الذي ارتكبه، لماذا يتم التحقيق معه. وحضرتك استعملت تعبير الامداد المسبق بالمعلومات، ربما يكون محور من بين محاور الرد الاكثر نجاعه وفعاليه. الاستاذ اكرم القصاص، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفه اليوم السابع، منضما الينا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك.